يا واتساب ما فاميلي جي سباك وكلكم تكونوا مزيانين داك كالعاد داك السلف كامل اللي كاينه ديك لي زابوني كاملين اللي داير يكونوا كلهم على خير وبخير. الى كنتي اول مره انت ولا انت كتفرج فيا وكتشوف هاد الكمال هادي ما عليك غير تهبط لي لتحت وتلقى واحد اللعيبه تاع سبسكرايب ولا ابوني غتمشي تبرك عليها غتولي كري تولي كري مي غتولي كري غير تلحق لها واحد الجرس خاصك حتى هو تبرك عليه باش يبقى يوصلك اي اشعار من كنلوح اي فيديو ديريكتومون يوصلك واحد لا نوتيفيكاسيون يقول لك دخل تتفرج هاد السيد راه واحد الفيديو فهمتي شي ماشي تكون تاعك جالس نتا وطلع عليك باغازا وكذا خاصك دير داك اللعبه ديال الجرس باش يوصلك اي فيديو درتو فهو دير هادشي ورجعوا باش تشرحوا البلان ديال هاد النهار دابا سيري من هادشي كامل وليت انت مشترك معنا في العائله ديالنا معنا غير نبداو الفيديو اول حاجه غنبداو بها هو انني كنت كنشوف ستوريات نتاع واحد الصاد اللي سميتو معتمد تقدر نكون درتو في المينياتور مازال ما عرفت دابا كنصور الفيديو مازال ما عرفتش نديرو في المينياتور ولا ما غنديروش حيت تقدر يقول لك بنادم باغي يطلع غير واحد اخر وانا بغيت غير نضحك وصافي كنصات قال لهم شوفوا الفيديو ونهضروا ومنين كتسالي من الريجيم كتدخل عاوتاني في فخيز دوماس شنو قال؟ لا واش قال؟ لا باغي عاد واش قال فخيز دوماس ولا شنو قال؟ او ماي جاد واو صافي كنقولو فريز دوماس ماشي فريز دوماس دي اول حاجه نقولها لك حيت سيدي قبل ما تبغي دير فيديو ولا دير ستوري في انستغرام شنو خاصك دير الصاط خاصك تمشي لجوجل ياك وغتكتب ديك اللعيبه اللي باغي تقولها نتايا بالعربيه ياك وغدير تخليكشون فرونسي ومن دير تخليكشون فرونسي اش غدير جاتك على واحد اللعيبه باش داك اللي في جوجل داك لوجيسيال غادي يهضر يقول يقراها لك باش تعرف كيفاش تقولها هذا الطنطن راه واحد بام فاش واحد صافي وما كنقولوش كنقولوش بامب كنقولو بومب لا بومب ميسكولير فهمتي هي ديك الفترة ملي كتكون كترينا وكطلع واحد البومب اللي الميسكول كيبقى يدوز فيه الدم كيبقى يدخل فيه الدم كيضخ فيه الدم بزاف كيكون واخد داك في لا بلاريود الوغ كنقولو بومب ميسكولير لا بومب ميسكولير ماشي لا بامب بزاف بزاف شوية بزاف سير القرا شوية ودير دي فورماسيون فرونسي وكدا راك سمع بيغ اب ليك اصاحبي كملك غادي مزيان صافي دابا صافي سينا البلان ديالنا صافي غادي ضحكنا ماشي شي حاجة ودابا غندوي على انت ولا انت اه كتاكل مزيان وكتريني ولكن ما كتزيدش في الوزن ديالك هو المشكل هو انك ما كتزيدش في الوزن ديالك هو البلان اللي كاين شنو هو السبب الا بغيتي الصاد تزيد في الوزن ديالك وانت كتريني مزيان وقتاش من خاصك تتبع واحد اربع الحوايج اللي اوبليجي ولا ضروري خاصك تكون عارفهم قبل ما تطرح هذا السؤال على راسك ياك اللي هي اول حاجه خاصك تشرب الماء مزيان خاصك تشرب الماء راه كنقولك خاصك تشرب الماء مزيان راه الماء خاصك تشرب اسيدي غير شرب الماء ياك الماء راه حتى اسيدي اشرب الماء وباش تاكد انك راك كتشرب الماء مزيان وكتستهلكو مزيان هو انك خاصك ملي تدخل للطواليت ما نقولكمش حاشاكم حيت هذا حاجه عاديه كتكون في اليوتيوب غير كيبقى يقول حاشاكم قال حمار خاصو يقول حاشاكم المهم ملي تدخل للطواليت غتكون البوله ديالك بيضاء ماشي صفراء الا كنت بيضاء غتاكد بلي راك كتشرب الماء مزيان هذه اول حاجه قلناها ثاني حاجه هي النوم ل 8 ساعات متتاليه ما خاصش يكون تقطع تفيق في وسطهم يعني قبل ما تبغي تنعس باش تكون كتشرب الماء مزيان خاصك تدخل للطواليت تخوي الريزيرف وعاد الناس باش ما تضربكش في قهوه في وسط الليل وتكون ما نعسيتش من السوايع من التالي ياك يعني جوج حوايج دابا قلنا بقاتنا الثالثه هي خاصك تنقص السكر من الماكله ديالك علاش خاصك تنقص ديال السكر حيت الا كاين شي سكر كيطلع الكليكوز الكليكوز الدم ديالك في الاوغ ديالك كيكثر كيطلع البورسونتاج ديال الطبيعي اللي كيفوتو كيدخل انا الكبد كنجي واحد الانسولين اللي داك الانسولين الدور ديالو هو انه يهبط السكر في الدم ياك اسيدي ولا الانسولين طلع غادي يوقعوا برامات بزاف وغيتخربق اللعب الا جيت نشرح لكم داك الشيء غادي يكون الفيديو طويل وحنا بغينا نديرو فيديو صغير وماكسيموم باش تستافدوا منه بلا ما عاد تفرش بزاف يعني غادي يوقعوا شي معركات في جسمك اللي ما غاديش يخليوك انك تزيد في الوزن ديالك هذه ثالث حاجه ورابع حاجه واللي هي صراحه الله مهمه بزاف اللي هي خاصك تكون لمده التدريب ديالك ما كتجاوز 60 دقيقه لعدم الدخول في واحد المرحله اللي كتسمى مرحله الهدم العضلي او باللغه الفرنسيه كتسمى بلا ديمونسيون ميسكولير هذه المرحله سيدي ملي كتدخل ليها انت كتكون ملي كتكون 60 دقيقه بعدا كتكون استنزفتي الطاقه الكليه من الجسم ديالك ناغجي كامل ما بقاش عندك يعني الجسم كيضطر انه يجبد الطاقه باش يخليك انك انت هو شنو كيفكر ما كيفكرش بان راك كتريني الجسم هو واحد حساب واحد الدماغ كله كيفكر بان راك غادي تموت وخاصو يعتقك خاصو يعطيك طاقه داك الطاقة مين كيجيبها خاصو يجيبها من أسهل حاجة اللي يقدر يهدلو ويجبد منها طاقة أسهل حاجة وهاد أسهل حاجة شنو هي؟ هي الشعيرات العضلية اللي هي اللي كتكون العضلة ديالك بحال مثلا عضلة البايسبس اللي بحال هاد الميسكول هاد البيسبس هذا
باش يكون داك الدورة وداك الحجم كيكون واحد الشعيرات دموية اللي شعيرات عفوا شعيرات عضلية اللي كتلقاها في اللحم كتكون اللحم واحد الشعيرة تقوم الشعيرات العضلية اللي كيجي الجسم ديالك كيمشي داك الشعيرات العضلية كيهدمهم باش يجبد منهم الـ ATP. هاد الـ ATP هي الطاقة أو الإنرجي كيجبد منها الـ ATP باش يعطيها الجسم ديالك أنه يقدر يكمل الحصة ديالو. يعني من الأحسن ما خاصكش تفوت 60 دقيقة باش ما تطيحش في مرحلة ديال الهدم العضلي أو ما يسمى بلا ديمونسيون ماسكولار ياك أسيدي. وفي هاد اللحظة أنت ملي كتفوت 60 دقيقة فعوض ما تكون كتبني العضل كتزيد من الكتلة العضلية ديالك شنو كدير؟ أنت على بالك راك كتريني وكنت راك واعر راك كملتي السونس ديالك وفي 60 دقيقة يعني راك واعر. لا راه خاصك الصاد تحبس حتى 60 دقيقة دير هذاك سميتو غتشيلو ديك ليكيب. المهم دير داك التليفون ديالك ديرو على تفوت ساعة ساعة يصوني غير اون فوا دير ساعة يصوني يعني باش ما طيحش المشكلة تاع الهضم العضلي اللي كنشوف بزاف ناس لاصاط كيترينيو كثر من القياس السطح راه ماشي 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 شي حاجة مزيانة. يعني خاصك ترين 60 دقيقة باش ما طيحش الهضم العضلي حيت ديك اللحظة كتكون انت على بالك راك كتبني العضلة ديالك ولكن بالعكس راك كتهدمها وطيح منها السط السط والسطات. هادشي اللي كان في هاد الفيديو اللي كان في الفيديو جيسبيغ يكون عجبكم وتستافدوا منه. وخاصكم تمشيو صراحه ضروري تمشيو على سوبر انستغرام ديالكم هنايا وهنايا باش تما كنقول لكم سول دايرين شنو كتشوفوا في الفيديو الجاي. ودابا راه حطيت لهم ستوري قلت لهم شنو كتشوفوا في الفيديو الجاي اللي غيكون مور هذا. يعني خاصك تمشي حتى انت ولا انت الانستغرام باش تما تشوف التصاور وكذا ودير لي ابوني ولا غندير لك ثاني ابوني وبدا لكم انستغرام هنايا بلا ما نوصيكم. سو تقاجعوا ان شاء الله فيديو واحد اخر. Peace.